فوز مستحق واداء اكتر من رائع. الحمد لله على كل شيء. تقدر تقول رجعنا للبطوله من جديد، مهمه والفرحه وكل حاجه في الوقت ده، لكن من بكره خلاص بقى بتستعد لمباراه الكاس، وربنا يقدم في الخير ان شاء الله. شكرا جزيلا. كلمه للبطوله لجماهير الاهلي بعد الحمد لله على كل شيء. دي هي مباراه يعني طبعا كانت مهمه وكل حاجه، لكن في النهايه يعني احنا رجعنا للبطوله صحيح، لكن لحد دلوقتي هي مباراه، البطوله ما انتهتش لحد دلوقتي. شكرا.